بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أبو مصطفى من مصر، محافظة الغربية. أبو مصطفى عرضنا له بعض الأسئلة، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: إنني منذ أن تزوجت وأنا لم أدخل لي ولا لأسرة أي شيء، ذلك لأنني كل ما جمعت مالا سلمته بيد والدي ليصرفه على نفسه وعلى بقية أفراد الأسرة، فهل يجوز لي أن أقتطع جزءا من دخلي أخص به نفسي وزوجتي وأولادي أم لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السائل يشكر على بره بوالده وإعطائه ما يحصل عليه من مال، فإن هذا يدل على خير وعلى بر بوالده، ولكن لا بأس أن تأخذ من مرتبك قدر ما تحتاج إليه والباقي تدفعه إلى والدك، تجمع بين المصلحتين، أن تحجز ما تحتاج إليه أنت وزوجتك، وأن تحسن إلى والدك في ما تبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول. فنفقت نفسك ونفقت زوجتك وأولادك، هذا يبدأ به أولا، وما فضل من ذلك يكون للوالدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الحنة للبنات الصغيرة في السنوات الأولى من أعمارهن من السابعة فما دون؟ لا بأس بذلك، الحمد لله، لا بأس بوضع الحناء على البنات الصغار. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع يوسف الإبراهيم من عنيزة بعث يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، في باب الإيمان بالقضاء والقدر يوضح لنا الله عز وجل ويوضح لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكتب عليه الشقاء أو السعادة وهو في بطن أمه، فكيف يكون الجمع بين ذلك وبين محاسبة الإنسان على شيء قد كتبه الله عليه؟ وهل الإنسان مسير أم مخير؟ نريد هذا بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. الدخول في أمور القدر والبحث عنها، المسلم في غنى عنه، لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنسان مأمور بأن يعمل الأعمال الصالحة وأن يقوم بالطاعات وأن يتجنب المحرمات، وعنده الاستطاعة والقدرة على ذلك والحمد لله. والله جل وعلا لا يعذبه على القدر وما قدر عليه، وإنما يعذبه على أفعاله هو. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فواجب الإنسان أن يستغل طاقته واستطاعته وقدرته وعمره وقوته فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وأن يترك عنه التساؤلات والسؤال عن القدر، هذا راجع إلى الله جل وعلا. وأما أن الإنسان مسير أو مخير،
مسير، الإنسان ليس مسيرا مطلقا ولا مخيرا مطلقا، فهو من جهة أقدار الله عليه من الصحة والمرض والغنى والفقر والموت والحياة، هذا مسير لا دخل له فيه، وإنما هذا حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وأما من ناحية الأعمال، فعل الطاعات وترك المحرمات أو الوقوع في المعاصي واتباع الشهوات، فإنه مخير في هذا، لأنه يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، ويعرف الضار من النافع وهو ممكن من ذلك. فإن استغل قدرته وطاقته في طاعة الله صار خيرا له، وإن استغلها في معصية الله صار شرا له، وهو الملوم أو هو المثاب على أعماله الصالحة. وكل يستطيع أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، أن يعمل الأعمال، أن يتصدق، أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يترك الأعمال المحرمة. اللهم إلا من عجز عن ذلك عجزا ظاهرا ولم يكن معه استطاعة، فإن هذا لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أو إنسان ليس عنده عقل، هذا مرفوع عنه القلم، أو إنسان صغير لا يميز بين الضار والنافع، مرفوع عنه القلم. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. كذلك المكره، إذا أكره الإنسان على شيء بغير استطاعته فإنه مرفوع عنه الحرج. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه. فالإكراه له حال، له حكم، عدم الاستطاعة له حكم. أما الإنسان المختار فهذا ليس له عذر في أن يعصي الله، وليس له عذر في أن يترك طاعة الله عز وجل، لأنه تركها باختياره ومشيئته وهو قادر عليها. الإنسان له مشيئة وله إرادة، بها يستطيع أن يفعل أو يترك. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أخبر أن للعبد مشيئة، وأن لله مشيئة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ومن علم الله منه الرغبة في الخير والإرادة للخير أعانه على ذلك ويسره له، ومن علم الله منه سوء النية وقبح الطوية والخبث فإن الله يخلي بينه وبين ما أراد عقوبة له، كما في الآيات التي سمعنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى العبد فعل الأسباب، وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى والهداية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ها ميم الزهراني يقول: ما عقوبة من يعمل بشرع الله ويؤدي الصلاة والزكاة ولكنه يعمل الكبائر وبعض المعاصي، ما عقوبته في الآخرة؟ جزاكم الله خيرا. على من يعمل الكبائر فإنه متوعد بالعقوبات في الدنيا وفي الآخرة. إذا كانت الكبائر عليها حدود في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد القاذف وإقامة القصاص على القاتل، فإنه تجرى عليه العقوبات في الدنيا، وفي الآخرة مآله إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نعتقد أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، وأنه يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. فالحاصل أن الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر فإن خطرها شديد، ولكن الكبائر أشد، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالموبقات، يعني المهلكات والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الزلفي رسالة بعث بها المستمع حمد ألف يقول: ذهبت إلى العمرة مع الأهل، وبعد العمرة سافرنا إلى مدينة جدة، وفي إحدى المحطات أعطاني أبي 50 ريالا لأشتري ما بقيمة 4 ريالات، فأعطيت المحاسب ما معي من نقود، ومع الزحمة نسي كم أعطيته وأعطاني 450 ريال، وباقي 50 ريال التي أعطيته إياها، وسكت أنا عن خطأي وأخذت المال وصرفته في مدينة جدة. وبعد مرور 4 سنوات ولله الحمد هداني الله إلى الطريق المستقيم، وأصبحت ولله الحمد مؤذن مسجد، وأنا الآن في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ وهل علي إثم؟
وهل أعيد النقود إلى صاحب تلك المحطة مع العلم أنه بالإمكان أنه قد تغير صاحبها؟ أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله الذي هداك ووفقك للتوبة، وأما المال فيجب أن ترده إلى صاحبه، وأنت تعرف المحطة التي على الطريق وأخذت هذه الدراهم منها، فتردها إلى صاحب المحطة إن كان هو صاحبها ومالكها الحمد لله، وإن كان عاملا فيها وهو موجود كذلك تعطيه وتذكره بما حصل، وإن كان تغير هذا العامل فإنك تكلم صاحب المحطة ومالك المحطة وتخبره بذلك، ترفع إليه النقود. حاصل أنه لا بد من رد النقود إلى صاحب المحطة مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، فيما إذا وجد العامل قد تغير مكانه ولم يبقى في المحطة، أو مالك المحطة أيضا قد تغير، هل تنصحونه بشيء آخر؟ يسأل عن صاحب المحطة إذا كان تغير. نعم. يسأل من فيها أين ذهب وأين مكانه. نعم. فإذا اهتدى إليه أرسل إليه النقود. طيب. أو ذهب بها إليه. طيب. المهم أن يوصلها إليه بأي وسيلة. طيب. فإذا لم يستطع ولم يهتدي إلى مكان صاحب النقود فإنه يتصدق بها. جميل. على نية أن الأجر لصاحبها. جزاكم الله خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد حسن أحمد يقول: أنا أقوم قبل صلاة الفجر بزمن وأريد أن أصلي، إذا صليت ما اسم هذه الصلاة وكيف تكون القراءة؟ أقوم قبل صلاة الفجر بزمن وأريد أن أصلي، إذا صليت ما اسم هذه الصلاة وكيف تكون القراءة فيها وكيف تكون النية وكم عدد الركعات؟ جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة التي تكون قبل الفجر تكون من صلاة الليل، وهذا وقت عظيم ووقت مبارك، آخر الليل ثلث الأخير من الليل وقبل طلوع الفجر، هذا وقت عظيم وهو وقت النزول الإلهي، فتصلي فيه وتسمى هذه الصلاة صلاة الليل، تختمها بالوتر بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إلا أن تكون قد أوترت قبل النوم فإنك تكتفي بالوتر الأول. الحاصل أن الصلاة في هذا الوقت الذي قبل طلوع الفجر من صلاة الليل، بل هو أفضل صلاة الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم نعم. وتقرأ ما تيسر من القرآن. طيب. تقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. يسأل عن النية يحفظكم الله. النية الركعات. النية على أنه صلاة الليل. تهجد. طيب. نافلة. طيب. وعدد الركعات لا حد له، يصلي ما تيسر وأقله ركعتان. ما شاء الله. نعم. يصلي ركعتين ركعتين أو هناك صورة أخرى يحفظكم الله. يصلي ركعتين ركعتين. نعم. ويوتر بواحدة. ما شاء الله. إن لم يكن أوتر أول الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا عامل في إحدى البوادي، أعمل وحدي من الصباح حتى المساء، وفي بعض الأوقات أجد نفسي أغني، وبعض الأوقات تجدني أتمنى أن أفعل كذا وكذا، هل علي إثم في تلك الأحوال؟ عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار وتلاوة القرآن، إذا كنت تستطيع تلاوة القرآن فإن هذا خير لك. وأما الغناء فإنه لا فائدة لك منه، بل قد يكون ضررا عليك ويكسبك إثما، لأنه من اللهو، فبدلا من أن تشتغل بالغناء اشتغل بذكر الله عز وجل أو بتلاوة القرآن أو بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي أخي وأريد أن أفعل له شيئا ينفعه في الآخرة، هل إذا قرأت القرآن الفاتحة والإخلاص أو حجيت أو اعتمرت ووهبت ثوابها لأخي، هل هذا فعل حسن أم توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خير. إذا أردت أن تنفع أخاك الميت فأولا تنظر هل عليه ديون حقوق للناس أو مظالم، فإنك ترد هذه الحقوق أو هذه المظالم إلى أهلها لتخلص أخاك، هذا أهم شيء. الشيء الثاني، إذا أردت أن تقرب له ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى فبما ورد به الدليل وهو الدعاء له والاستغفار له،
كذلك الصدقة صدقة عنه، كذلك الحج عنه والعمرة عنه، كل هذه أعمال ورد الدليل بأنها تدخلها النيابة وأنها يصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. أما قراءة القرآن عن الميت أو إهداء ثواب القراءة إلى الميت فهذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يرد به دليل فإنه لا يعمل، بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم خير وكفاية ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل ويقول: ما المقصود بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وما المقصود بالآيات الشرعية والآيات الكونية؟ الإرادة الشرعية هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم، وفي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية لما شرعه سبحانه وتعالى لنا من الخير، فإنه يريد بذلك هدايتنا ومنفعتنا، وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع. وأما الإرادة الكونية فهي التي لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها، وهي ما يريده الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والغنى والفقر والعسر واليسر وغير ذلك، هذه إرادة كونية. إذا أراد الله شيئا فإنه لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الإرادة الكونية. والفرق أيضا أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، فهو يريد إيمان المؤمن كونا وقدرا، ويريده أيضا دينا وشرعا، ويحبه ويرضاه، ويريد أيضا كفر الكافر وشرك المشرك ولكنه لا يرضاه ولا يحبه، وإنما يريده ويخلقه سبحانه لمصالح وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فمن لازمها الرضا، إن الله يحب ويرضى ما أراده شرعا ودينا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بقية السؤال: الآيات الكونية. الآيات الكونية هي الآيات المشاهدة مثل السماء والأرض والأشجار والجبال والبحار والأنهار والمخلوقات والدواب وغير ذلك، والمخترعات والمصنوعات وما في الأرض من الكنوز وما فيها من المنافع، كل هذا من الآيات الكونية. الشمس والقمر والكواكب كل هذا من آيات الله الكونية الدالة على قدرته وربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. أما الآيات القرآنية فهي الآيات التي تتلى، الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم السنة القبلية لصلاة العصر؟ ليس لصلاة العصر سنة قبلية، ولكن يستحب أن يصلي قبلها أربعا من باب النفل المطلق، لا من باب أنه راتبة للعصر، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن يصلي قبلها أربع ركعات نافلة من النفل المطلق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.